هنتكلم دلوقتي عن مصطلح مهم جدا في السوفت وير وهتلاقيه في اي لغه برمجه، فلازم تبقى فاهمه وفاهمه كويس. افتكر الاول الفاريبل. الفاريبل لما اتكلمنا عليه قلنا ان الفاريبل ده بيحجز لي مكان في الميموري بحط فيه فاليو معين. لو انا قلت نيم بيساوي احمد، معنى كده ان انا رحت للميموري حجزت مكان جوه الميموري وحطيت فيه القيمه اللي اسمها احمد. لو عاوز استدعي القيمه اللي اسمها احمد بعمل ايه؟ بقول والله اطبع لي نيم، فنيم ده بيشاور على المكان اللي جوه الميموري اللي فيه احمد، فبنجيب الفاليو ونطبعها. حلو قوي. امال ايه بقى قصد باس باي فاليو باس باي ريفرنس؟ اقول لك انا يا سيدي، احنا عندنا في الفانكشن يا اما ناخد نسخه من البارامتر، واحنا لو احنا بنعمل فانكشن وحطينا فيها بارامترز معينه وبعد كده البارامترز دي جينا نكول او نانفوك الفانكشن نستدعي الفانكشن يعني وننفذها، يا اما بناخد نسخه الطبيعي ان احنا بناخد لو مررنا فاريبل جوه الفانكشن احنا بنعمل لها كولينج، يبقى احنا كده بناخد فاليو بناخد نسخه من القيمه اللي موجوده للفاريبل اللي بتحط. الكلام ده ممكن يكون مبهم دلوقتي، هنشوف دلوقتي المثال وهتفهمه. لكن عموما باخد قيمه باخد فاليو نسخه من الفاليو دي واشتغل عليه. طب والفاريبل الاساسي بتاعي ولا بيتاثر ولا في اي حاجه، ده اسمه الباس باي فاليو، ده الطبيعي اللي احنا بنستعمله. امال ايه الباس باي ريفرنس؟ الباس باي ريفرنس ان انا بقول له لا، انت لما فاريبل يجي لك انت ما تبصلوش على انك خدت منه نسخه، انت بص له على المكان بتاعه اللي هو فيه وغير فيه هو. زي السكويرز اللي قدامك دي، شايف السكوير ده والسكوير ده؟ الباس باي فاليو عندي مربع خدت منه نسخه واشتغلت عليها، ما اثرتش على الفاريبل الاساسي اللي انا اتعاملت معاه، تمام كده. هنا في الكالر مثلا برضه نفس القصه بالنسبه للباس باي ريفرنس، لا احنا هنا بنأثر في المكان الاساسي اللي موجود جوه الميموري، بنأثر فيه لو احنا عملنا اي عمليه هنا لما جينا استدعينا الفانكشن. تعالى شوف مثال تاني، ادي برضه باس باي ريفرنس والباس باي فاليو. بص الباس باي فاليو كان انا عندي نسخه فاضيه من فنجان، بعد كده جبت النسخه بتاعته ومليتها، ما اثرتش على النسخه الاولانيه ولا الهوا، حجزت مكان جديد في الميموري ورحت ايه اتعاملت معاه. هنا لا، انا خدت الفاريبل نفسه واتعاملت معاه وغيرت فيه. تعالوا نشوف الكلام ده بالكود لان الكود هو اللي هيوضح لنا الدنيا. تعالى كده باص دوت تي بي، نشوف الطريقه العاديه الطبيعيه اللي احنا بنتعامل بيها. وليكن انا عندي فانكشن اسمها فيل كولر يا سيدي، اهي بتاخد الكولر بتاعي وبتروح مرجعها لي تقول لي ريتير يعني color is الكولر بتاعي اللي انا كتبته. ممتاز كده عملت الفانكشن عادي اهو. لو انا عندي color بيساوي red بالشكل ده، قيمته red بالشكل ده، اوكي رحت هنا قلت لك استدعي الفانكشن اسمها fill color، قلت لك والله هات الكولر هيعمل ايه؟ طبعا هنقول هنا ايكو لان هي بتريتيرن، فاقول له هنا ايكو بالشكل ده. لحد دلوقتي مفيش جديد، تعالى نروح اقول له باص اهو يقول لي ايه كولر از ريد. حلو جدا ممتاز. طب ايه رايك لو انا جيت هنا قلت لك والله الكولر الحاله دي، الكولر في الحاله دي هيساوي جرين، تمام؟ هو هيطبع انه جرين. حلو؟ وبعد كده اقول لك ايكو كولر تاني. ايكو شكرا. تعالى يقول لي والله كولر از جرين وريد. الله. ريد ليه؟ ها؟ ان انا الكولر بتاعي اصلا ده جوه سكوب، عشان كده اتكلمنا عن سكوب المره اللي فاتت. والكولر هنا ده سكوب تاني ملوش دعوه بيه اصلا. طيب والعمل بقى؟ امال ايه باص باي فاليو باص باي ريفرنس؟ الفكره هنا لما انا خدت فيل كولر وقلت له الكولر هنا كولر بالنسبه لي اسمه ريد، خده هنا خد نسخه من الكولر ده، خد نسخه منه واشتغل عليه جوه دي جوه الفانكشن، بره الفانكشن ما عرفكش الفانكشن الكولر زي ما هو. لكن لو جيت هنا قلت له لا، انت الفاريبل اللي انت هتاخده هتباصه باي ريفرنس، علامة الامبرسنت دي اللي احنا عملناها دي الاند دي الاند اللي هي ملفوفة دي معناها ان انت هتباص باي ريفرنس. تعالى كده نشوف الريزلت.
يقول لي جري. الله ازاي الكلام ده؟ لان انا لما مررت الفاريبل هنا انا ما مررتوش البارامتر بالنسبه لي بقى الارجمنت اللي مررتها ما خدتش نسخه من الكالكولاتور. الورق الطبيعي بياخد نسخه من الكالكولاتور، لكن هنا لو انا قلت له كده باص باي ريفرنس، لا ما تاخدش نسخه، انت الفاريبل اللي انت هتدخله لي هتتعامل معاه هو وهتاثر عليه هو في المكان في الميموري. دي فكره الباص باي فاليو والباص باي ريفرنس، ودي طريقه ثانيه عشان نعدل على حاجه في الجلوبال سكوب. انا عندي حاجه هنا فاريبل موجود عاوز اثر عليه، ممكن امرره بس باس باي ريفرنس عشان اثر عليه. اتمنى تكونوا فهمتوا فكره الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس. نقطه مهمه جدا جدا لازم تطبق الكلام ده على نفسك، ولازم يعني اتمنى تكونوا فهمتوا اصلا الفاريبل، يعني الموضوع مرتبط بالفاريبل اصلا. ان انا عندي مكان بحجزه في الذاكره، هل باخد نسخه وبتعامل معاه ده الوضع الطبيعي، ولا هل باثر عليه هو بشكل مباشر؟ هي دي الفكره. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.